ينفذوا من على قوس من دائرة المنتصف. المطلق صالح اللي لعبها طويلة وماجد تصلح لك البعد. صلح قدام ماجد عبد الله ويحطها في المرمى. ماجد عبد الله في الدقيقة 34 يسجل ماجد عبد الله الهدف للنصراوي الأول بمساعدة من دفاع الاتفاق. دفاع الاتفاق قد يحمل جزء كبير من هذا الخطأ. خطأ اتلعب طويلة بحيث يجب على زحليقة براسه لناصر الفهد وده ناصر الفهد يعكسها قدام ماجد عبد الله ويخش ماجد من بين المدافعين ويحط